وصل قطار الانتخابات في مصر إلى مشارف محطته الحاسمة وهي صناديق الاقتراع بعد أن طوى المترشحون حملاتهم الدعائية. نحن هنا في واحد من أكبر 5 مراكز اقتراع في المدينة والذي فتح أبوابه أمام الناخبين عند الساعة 9 صباحاً، واللافت هو حضور العشرات من الناخبين وهم ينتظرون أمام بوابة المركز قبل افتتاحه. العملية الانتخابية في المدينة تتواصل على مدى 9 ساعات أي إلى غاية الساعة 6 مساء بحضور ممثلي المترشحين والمراقبين ومنظمات المجتمع المدني ووسط إجراءات احترازية مشددة من فيروس كورونا. تفشي فيروس كورونا قد يكون سبباً في عدم إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع في ظل احتدام الجدل حول من سيتمكن من الفوز ومن ستكون حظوظه أقل وسيمنى بالخسارة من بين 15 قائمة و13 مترشحا فرديا يتنافسون على مقعدي المرأة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار. رفع البكوش، ليبيا الأحرار، مصراتة.